عم حس هالأغنية عم نسمعها كتير على راديو مكان. غنينا إياها رونين عطل لنرحب فيه لنتعرف على تفاصيلها. مرحبا رونين. أهلا يا غالي أخ شادي حبيبي. كيف حالك؟ الحمد لله. كيفك؟ مبروك نجاح الأغنية. تسلم يا غالي الله يبارك فيك. أغنية أخذتها من لبنان ولا من وين هالأغنية هالكلمات وهاللحن الحلو؟ من لبنان. من لبنان. تتعاون لتاني مرة مع أحمد بركات الملحن اللبناني. ليش؟ بالضبط حبيب القلب أحمد. أول شيء بدنا نشكر كل اللي ساعدوا في هذا العمل واشتغلوا فيه. أول شيء أحمد بركات صاحب الألحان الرائع، يعني بوجه له تحية من هون لبنان. زي أرذيب طبعا الموزع الغالي، وتسجيل استوديو داود إبراهيم الغالي كمان اللي إسا بمسك يعني كل الأغنية من ناحية التسويق وهي الأشياء. حلو. كلمات مين؟ كلمات كمان فايز الكردي من وجهه تحية. كيف الأصداء على الأغنية؟ حبيبها أنت لاحظت؟ الحمد لله أخ شادي الأصداء كثير بتجنن، الناس كثير عم بتحب لأنه شايفين الإشي، يعني صاروا زمان ما نزلش عمل في هذا النمط، فهم علي؟ الأعمال اللي عم تنزل هذا اللون الرومانسي قصدك؟ أيوة. رومانسي. بتحب أنت هذا اللون؟ معلوم. الأغنية ما تصورلاش كليب، بس تصور لك زي ريل حلو نشرناه في الانستغرام، نشرناه في التيك توك كمان له أصداء حلو. يعني قلت لي ناجحة، كيف عم تلمس هالنجاح هذا؟ بيحكوا معك، بتصلوا لك، تسمع الأغنية بكل محل؟ بالضبط صح، بنسمع الأغنية في كل محل. يعني أنا عندي كمان أغنيتين قبل، بس هاي الأغنية إجت شوي هيك مميزة عندي، الردود عليها كثير عم تكون حلوة والناس عم تتصلنا دائما. ويعني كمان فنانين وجهوا تحيات ووجهوا باركوا لك كلمات حلوة. صح. زي مين؟ من البلاد ملان، ووصلوا كمان لغات عنا، يعني مع أحمد وصلوا كثير سلامات وكثير، يعني هذا الأغنية العمل كثير، العمل مشغول عليه متعوب عليه يعني. وهذا الجمهور بيستاهل، بس أحلى إشي. وأنا من هون عندك أخ أحمد، بدي أخ أحمد بقول لك عقلي في أحمد أحمد بركات أخ شادي حبيبي، بدي أشكرك أول إشي على الاستضافة الحلوة. تسلم. وبدي أشكر كل الناس اللي عم تسمعنا واللي عم تدعمنا. مش مفهوم ضمن هذا الدعم اللي كثير حلو. يعني عم حس عنه واقع أنت عشته ولا أغني كلمات عجبتك؟ الظاهر أنه صراحة أخي شادي عم حس صارت فجأة، يعني الأغنية صارت فجأة. كنت قاعد على التلفون على الساعة 12 في الليل عم بحكي أنا وتعرف أنا وصحبتي، يعني الحبيب يعني اللي كانت أيوة. عندي عم بقول له إنه عايش حالي حلوة، يعني إنه مبسوط بالحالة يعني. مبسوط بالحالة. وبقول له يعني بدي أروح أحكي شوي مع الملحن 5 دقايق، وظليت يعني أحكي معه، قلت له بدي أحكي معه، بدي أشوف، بدي أعطيه فكرة وبشوف شو بقدر يعمل معي. بعديه فيش يعني يومين، كان بعرفش حكي أي يوم بالضبط، كان بعديه بيومين بالضبط على الساعة 1 إلا في الليل أحمد بركات عم ببعث لي الأغنية مسجلة خالصة، كتبت تحتيها غمض عيونك وأنت بتسمع بس هيك، وحطيت له نقطة وفوت سمعتها حبيتها. يعني شو حبيتها بتجنن. واستمرت العلاقة ولا بس بقيت الأغنية من العلاقة؟ لا لا ما استمرتش، بس مرت ذكريات. في ضل ذكرى حلوة. أغنية 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 حلوة. صح. حلو حلو. رونين عطلة انبسطنا فيك بوجودك معنا اليوم بهاللقاء السريع، ومبروك الأغنية. نختم معك بكمان أغنية اتقلي، أغنيتك السابقة كمان حلوة. أدي الله يسعدك حبيبي. شكرا. بارك حلو. إلى اللقاء. باي باي. اتقلي علي بيحق لك انك تتقلي وتغنى جيك.